Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TV Saya kembali pada pagi hari ini kita menghafal surat yaitu An-Najat. Mudah-mudahan kita dapat menghafal dengan baik. Ikut Bapak Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najiyati warqo wan-nasitu tinasto. Wasabihati sabaha.

اتاك حديث موسى اسنادا ورب بالوادي المقدس توان بسبع الى فرعون انهم طغوا فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتاسى فاروه الايه الكبرى فكذب واسوا ثم دبروا يسعى فصرف نارا فقال انا ربكم الاعلى فاهده الله نقالا الايه الاولى إن في ذلك لعبرة لمن يشاء أنتم أسد خلق أم السماء بناها ربا سمكها فسواها وأقتص ليلها وأخرج دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التهمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء الجحيم فاما <applause> من تبوء ويسهر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى أما من هو فمقوم ربي ونعى النفس عن الهوى الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه هي انا مرساها فيما انت من ذكروها يا ربك منتهاها انما انت منذر من يشاء كانهم يا يروم لم يلبسوا الا اشيه او والله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته